الشيخ صالح بماذا يوجه طلاب العلم سواء المبتدئين أو الذين بدأوا، وما هي الكتب التي يبدأون بها في طلبهم للعلم، وما أجر الاحتساب في العلم الشرعي مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال مهم، وهو كيفية طلب العلم، وإن يبتدي طالب العلم، وعن من يأخذ العلم، وما هي الكتب التي يبدأ بها، وما هو الفن المهم من فنون العلم. فنقول وبالله التوفيق، لا شك أن طلب العلم أمر مهم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية، لأن العمل إذا لم يكن على علم، مؤسسا على علم، فإنه ضلال وتعب بلا فائدة. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب على المسلم أن يطلب العلم. وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يستقيم دين المسلم إلا به، فهذا فرض عين على كل مسلم من ذكر وأنثى أن يتعلم ما يستقيم به دينه، عقيدته، صلاته، زكاته، صومه، حجه، أركان الإسلام لا بد أن يتعلمها، كيف يؤديها، وما يشترط في كل عمل من الشروط، وما شرط قبوله عند الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، إخلاص النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يجب على كل مسلم، فرض عين على الذكر والأنثى وكل من بلغ الحلم، فإنه يجب عليه أن يبدأ به، خصوصا أمر العقيدة، لأنها الأساس الذي يبني عليه أعماله. فعمل بدون علم لا يقبل، عمل بدون عقيدة عمل باطل ولا ينفع صاحبه. فيبدأ أول شيء بتعلم العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه العقيدة، يبدأ بعلم العقيدة. ثم بعدها تعلم أحكام الصلاة المفروضة عليه في اليوم والليلة 5 مرات، يعرف شروطها وأركانها وواجباتها وكيف يؤديها حتى تكون على الصفة المشروعة التي تقبلها الله مع إخلاص النية. ثم يتعلم كيف يؤدي الزكاة، ما هي شروطها، وما هي الأموال التي تجب فيها، وما المقدار الواجب فيها، ولمن تصرف هذه الزكاة حتى يؤديها على الوجه المطلوب، لأنها قرينة الصلاة. ثم يتعلم كيف يصوم رمضان، وما هي شروط الصوم، ما هي مبطلاته، وما هي منقصاته. ثم يتعلم كيف يحج البيت العتيق، كيف يؤدي الحج والعمرة. لا بد من تعلم هذه الأشياء بالتفصيل ولو مختصرا، لأن كل عبادة فيها مختصرات تعلمها الإنسان
والمبتدئ بسهولة مع الرجوع إلى أهل العلم، ثم يتعلم ما يعين على، يعني يتعلم أحكام المعاملات، وهذا القسم الثاني من العلم، وهو ما يجب على الكفاية. فمن كان عنده مقدرة لتعلمه فإنه يتعلمه لينفع نفسه وينفع المسلمين، وذلك في باب المعاملات وفي باب الفرائض والمواريث والوصايا والأوقاف، وفي كتاب الأنكحة، كتاب الطلاق، وكتاب الجنايات، كتاب الحدود، كتاب القضاء. هذا فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي نفسه ويكفي المسلمين فإنه يبقى في حق الباقين سنة، سنة مؤكدة. فلا بد من أن يتعلم العلم بالطرق المعروفة عند أهل العلم، والتي رسمها الله جل وعلا ورسمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يأخذ العلم إلا عن أهله المعروفين به، لا يأخذ العلم عن متعالم، عن جاهل، عن أهل الضلال والانحراف، إنما يأخذ العلم عن أهل العلم المستقيمين على الطاعة والعبادة. هكذا يؤخذ العلم، إما في المدارس النظامية والمعاهد والكليات، وإما على أيدي المشايخ في المساجد. هذه مجالات طلب العلم. تعلم كذلك ما يساعد على الفقه وعلى بقية العلوم، ما يسمى بعلم الآلة كعلم النحو وعلم اللغة العربية وعلم البلاغة. فهذا ضروري للإنسان أن يتعلم العلوم العربية بما فيها من النحو وما فيها من اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وليضبط قراءته للقرآن ولا يلحن فيه. ولا يمكن هذا إلا بتعلم النحو. وكذلك يتعلم علم الحساب في المواريث، كيف يقسم المسائل، كيف يعطي كل ذي حق حقه كما شرعه الله، وهذا ما يسمى بعلم الحساب. ويتفقه كما ذكرنا في المعاملات إلى آخره. وهذا لا شك أنه يستدعي من الإنسان أمرين: الأمر الأول الصبر على طول التعلم والصبر على المشقة في التعلم، والأمر الثاني العمل بما علمه الله. لا بد من العمل بما علمه الله. والأمر الثالث أن يعلم الناس ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيتعلم ويعلم. أما الطائفة الضالة التي تقول لا حاجة إلى تعلم العلم لأنه يعوق عن العمل، المقصود العمل، فيجتهدون في العبادات ويتركون العلم الذي هو دليلها وهاديها، فهؤلاء قوم ضلال وعملهم ضلال. وهذا مذكور في سورة الفاتحة، أنت تقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لم يأخذوا العلم فقط دون عمل، ولم يأخذوا العمل بدون علم. وأما المغضوب عليهم فهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل مثل اليهود. وأما الذين
وأما الضالون فهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. وفي طليعة هؤلاء النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. في كل ركعة أنت تقرأ هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأملها واعمل بها، ولا تلتفت لمن يزهدون في طلب العلم ويثبطون عنه، لا تلتفت إلى من يلقي العلم بجهل من غير معرفة لضوابطه وحدوده فيضل الناس. فهذه أمور ومبادئ في طلب العلم لا بد للمسلم أن يعرفها. والأساس هو النية، تطلب العلم بالنية الصالحة، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.